جمعية الوفاق المعارضة إن الأجواء لا تبدو مهيئة للحوار المزمع عقده الشهر المقبل. من جانبها أعربت كل من واشنطن ولندن عن قلقهما من محاكمة الناشطين في محاكم عسكرية. وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 8 ناشطين شيعة بارزين بتهم التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دول أجنبية في إشارة إلى إيران. لشهور لا يكاد يخرج التوتر في البحرين من الباب حتى يدخل من النافذة. فأحكام السجن المؤبد التي أصدرتها محكمة بحرينية بحق عدد من نشطاء المعارضة تنذر بإدخال البلاد دوامة جديدة. تقول الحكومة إن المتهمين مدانون بمحاولة قلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية في إشارة إلى إيران. ترد المعارضة بأن هذا يأتي لصرف الأنظار عن نداءات الناشطين من أجل الإصلاح. تقول الحكومة إن الأحكام من شأنها الحفاظ على النظام والقانون. تخرج مظاهرات عدة للتنديد بهذه الأحكام بوصفها انتهاكا للنظام والقانون. تعود الحكومة لتؤكد أن الحل يمر عبر حوار ينطلق الشهر المقبل، فيأتي رد المعارضة سريعا. هل هذه أجواء تتناسب مع حوار؟ عندما تقول من طالب بالتغيير والإصلاح يحكم بأحكام مؤبد، ماذا تقول لمن سيشارك أنك إذا لم تتفق معي ممكن أن تصل إلى ما وصل إليه الآخرون؟ يعني هذا الجو ليس جو حوار، وأنت ترسل رسائل خاطئة أن التعبير عن الرأي، أن المطالبة السياسية، أن الاشتراك في الحركة الشعبية كما هو حق الشعوب وحق عالمي يؤدي بك إلى السجن. ما يحدث في البحرين تردد صداه دولية. نشعر بالقلق بخصوص قسوة الأحكام الصادرة في البحرين، ونشعر بالقلق أيضا للاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة هؤلاء المدنيين. بريطانيا أبدت ذات القلق من اللجوء لمحاكم عسكرية، وأدانت لجنة الدفاع عن الصحفيين في نيويورك التهم الموجهة إلى النشطاء ووصفت الأحكام بأنها ازدراء صارخ للحقوق. وما بين الداخل والخارج يبدو أن هذه الأحكام القضائية وإن أريد منها أن تنهي صفحة دامية فإنها قد تفتح صفحات.